يعني إذا قلت هذا الدعاء 100 مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، بشكل بطيء وبشكل هادئ وأنت تفكر بمعاني هذا الدعاء، لن يأخذ معك أكثر من ربع ساعة، من 10 دقائق إلى ربع ساعة. بالنسبة لليوم الذي هو 24 ساعة هذا زمن بسيط جدا يعني. طيب المكافأة عظيمة جدا يعني، يعني المكافأة أن النبي عليه الصلاة والسلام أول شيء قال كانت له عدل 10 رقاب. ونحن نعلم أن من يعتق رقبة في سبيل الله، طبعا بالنسبة للعصر الحديث لم يعد هناك عبيد وإماء، ولا تستطيع الآن أن تعتق ولا ربع رقبة. طيب هذا الدعاء على الرغم من بساطته وعلى الرغم من سهولته ويسره، وأي واحد يستطيع أن يقوله خلال كما قلت لكم من 10 دقائق إلى ربع ساعة، إلا أن الكثير يغفلون عنه. كأنك كل يوم أمسكت 10 من العبيد، اشتريتهم وتصدقت بهم لوجه الله، قلت له اذهب أنت حر. طبعا هذا الحديث أيها الأحبة يعني يشجع على عدم استعباد الناس، لأن نظام العبيد كان موجود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وموجود عبر آلاف السنين. النبي نظمه وأعطاهم حقوقهم وشجع على تحريرهم، هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، وليس كما يصفه الملحدون للأسف يعني. طيب أول شيء أنت اعتقت 10 أنفس في سبيل الله، هذا الكلام كل يوم، تصور أخي الحبيب يمكن أن تقوم به. طيب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، يعني 100 حسنة كم تظن؟ الحسنة الواحدة أخي الحبيب أفضل من الكرة الأرضية بما فيها، يعني إذا امتلكت الكرة الأرضية الحسنة الواحدة أفضل. لماذا؟ لأن كل شيء على الأرض سيفنى، كل من عليها فان، والأرض ستدمر وتبدل يوم القيامة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. إذن الأرض فانية، الحسنة باقية، والباقي مهما كان قليلا أفضل من الفاني. فكيف إذا كانت الحسنة في الجنة؟ هذه الحسنة الواحدة قد تكون جنة، قد تكون قصر، نحن ليس لدينا مقاييس ما هي الحسنة، ولكن أن يكتب لك 100 حسنة ويمحو الله عنك 100 سيئة شيء عظيم جدا هذا أخي الحبيب. لماذا نغفل عنه؟ سبحان الله نجد معظم الناس غافلون عنه. القضية المهمة الثالثة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، يعني بعد أن تستيقظ من النوم وأنت مثلا تجلس، بدلا من أن تتصفح الفيسبوك واليوتيوب وكذا، 100 مرة قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يعني سطر، وكرره 100 مرة. هذا التكرار سيكون حرزا يعني حماية وحفظا لك من الشيطان وشره، حفظا لك من شر كل شيء يمكن أن يضرك. لاحظوا أيها الأحبة معظم الحوادث ومعظم الحالات التي يعني تحدث فيها شر للإنسان، معظمها وحالات الحسد وحالات المس وغير ذلك، تسأله هل ذكرت الله 100 مرة قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تجد أنه ناس لهذه الأذكار، لأن هذه الأذكار تحصنك من الشيطان. بالنسبة للأحبة الذين يعانون من وساوس هل تقول هذا الذكر؟ يقول لك لا أقوله أنسى. فمثل هذا الذكر أيها الأحبة هو حرز من الشيطان،
يوم كامل تحصن نفسك به من شر الشيطان وشركه وشر الحاسدين وشر من يوسوس الشيطان في عقولهم. طيب، ولم يأتي أحد بأفضل منه أو مما جاء به إلا أحد عمل أكثر منه. يعني أفضل عمل على الإطلاق يمكن أن تقوم به هو هذا الذكر، وهذا الذكر له ثواب عظيم. هل تعلم أخي الحبيب لماذا؟ لأن الصلاة مفروضة، الله يعاقب تاركها، الزكاة مفروضة، الصيام مفروض. طيب، هنا هذا ليس فرض، يعني هذه يمكن أن نسميها سنة نبوية مؤكدة. هذا الذكر كان يحافظ عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لا يتركه أبدا، فهو اختيار منك. لذلك أفضل طريقة للتقرب إلى الله بالنوافل، وهذا من النوافل، يعني الأشياء التي لم يفرضها الله عليك. فأنت عندما تقوم بعمل لم يفرض عليك، هذا تعبير عن حبك لله عز وجل، وبخاصة أنك توحد الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ عبارة التوحيد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. أفضل عبارة يمكن أن تقول، أفضل كلام يمكن أن ينطق به لسانك لا إله إلا الله. ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فعندما تعود لسانك أخي الحبيب على لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ليس من الضروري أن تقولها 100 مرة يعني متتابعة. كلما تذكرت قل 4 مرات، 5 مرات، 10 مرات، وهكذا. حتى لو لم تعد، يعني ليس من الضروري أن تجلس وتحصي، قل وأكثر. لأنك كلما أكثرت من هذا الذكر أخذت ثواب أكبر وتفوقت على غيرك من عباد الله الصالحين. فلا إله إلا الله وحده لا شريك له، فكلما أكثرت من المحتمل الإنسان سيموت عبر يوم من الأيام، سيموت عبر لحظة. فإذا عود لسانه على لا إله إلا الله، فتجد أنه إذا جاءه الموت عقله الباطن ينطق ويقول لا إله إلا الله. رأيتم أيها الأحبة؟ أما الذي تعود على الاستماع للأغاني والكلام الفارغ والمقاطع الساخرة وإلى آخره، ومتابعة المباريات والأخبار وإلى وأشياء، طيب سيمتلئ دماغك بكلام لن تنتفع به أمام الله يوم القيامة، لن يفيدك لحظة الموت. الذي يفيدك أنك إذا قلت لا إله إلا الله دخلت الجنة. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. طب كيف إذن؟ يجب أن تدرب نفسك على لا إله إلا الله. فلذلك أخي الحبيب، يعني هذا الذكر ليس مجرد ذكر، هذا يعطيك القناعة، يمنحك القوة، يمنحك السعادة. كيف؟ عندما تقول لا إله إلا الله، إذن أنت تعترف أن هناك إله واحد وحده لا شريك له، ليس له شريك لا في الملك، ولا يستطيع أحد أن يؤذيك أو يعطيك خير أو يمنع عنك خير إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. لأن الله هو القائل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا رد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. إذن أنت هنا تغرس في داخلك قناعة مهمة جدا، وهي أنه لا إله إلا الله، أن الله هو القادر، له الملك، هو المالك والمتصرف، وله الحمد، هو الذي يستحق أن يحمد، لأن كل النعم مصدرها الله سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير. إذن الله قادر أن يشفيني، قادر أن يرحمني، قادر أن يصبرني إذا فقدت إنسان عزيز، قادر أن يصبرني، قادر أن يجزيني بالجنة يوم القيامة، يوم لقائي سبحانه وتعالى، قادر أن يصرف عني أذى فلان أو فلان، قادر أن يمتعني بها في هذه الدنيا متاعا حسنا. هذا معنى وهو على كل شيء قدير.
لذلك أخي الحبيب رجاء لا تنسى هذا الذكر المهم كل يوم 100 مرة، يمكن أن توزعه عبر النهار، كلما تذكرت قل مثلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، قلها مثلا 10 مرات 7 مرات وهكذا، ستجد نفسك آخر اليوم قد قلت هذه العبارة أكثر من 100 مرة أو 200 مرة أو 300 مرة، كلما أكثرت أفضل، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، كثيرا مفتوح إلى ما لا نهاية غير محدد العدد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأن يتقبل منا ومنكم. وإن شاء الله يعني أختم بشيء مهم جدا أخي الحبيب، أي صلاة تصليها، أي دعاء تدعو به، يجب أن تترك قلبك يعمل، دماغك يفكر بالمعاني، معاني هذا الذكر، معاني الآية التي تقرأها، معاني الدعاء الذي تقوله، لأن هذا ضروري جدا، لأن هناك أناس يعني يرددون الذكر والدعاء من دون أن يفهم شيئا، يعني الفائدة تكون قليلة جدا، الفائدة تكون قليلة. لذلك يجب أن تتفكر وأن تتدبر، لأن الله تعالى هو القائل أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.